يقول: سافر أحد أفراد قريتنا وطالت غربته في السفر، فكتب إلى كبير قريتنا رسالة يقول فيها: أخبر زوجتي إن كانت تريد الخلع أن تفعل. ولكن كبير القرية لم يخبر أحدا بهذه الرسالة، وبعد مضي 45 شهرا عاد ذلك الرجل إلى أهله وبيته، فهل يقع عليه شيء بسبب ما كتبه أم لا؟ إذا كان الحال على ما ذكرت من أن كبير القرية لم يبلغ المرأة بتخيير الزوج لها إن أرادت الفسخ، ولم تعلم بذلك ولم يجري منها فسخ، فإنها باقية على عقد الزوجية وهي زوجته، لأنه لم يحصل ما يرفع عقد الزوجية. والله أعلم. نعم.